وانا كنتسنى فيه، يا قلتي لي ما تعرض عليا وانا لابسه موجده وجايه من الخدمه على اساس نخرجوا نتغداو برا. عيط نصوني عليه غير قولي داك التليفون علاش ما علاش ما كتجاوبش ملي عندك التليفون؟ علاش جاي داك التليفون ما غتجاوبش عليه؟ ماشيش ميوز هالله وانا جايه في الباص ناري ما نعاود لك شنو عرفتي انا باش نمشي نجلس في البلاصه اللي مولفه كنجلس فيها وكاين شي واحد الفلبينيه انا تجلسي في بلاصتي انا اللي غنجلس على حيت هادي بلاصه كنجلس فيها مولفه ولكن كاع داك الناس اللي كيجيو معايا في الخدمه عارفين هاد البلاصه كنت فيها انا وهي ما تقصدش تعمل هاد الهضره الهضره ديالها المهم انا كنتعصب عرفتي صافي عرفتها واحد اللي راه بغات تبني بهضر ديك اللهجه اللغه ديالهم عرفتي شديتها من داك الشيء ريشتها داك الباص ما نقولكش ساليت ما فيه جي داك الدرايفر حتى هو فيليبيني جات بغات تشد نفسها عليا زعما بنت بلادو عرفتي ولاو فيا 10 ما بقيتش كنعقل نط عندو حتى هو عرفتي خلطتهم شنو كدير ماشي شنو كدير واش كدير هنا ولا ديال المغرب اللي كان غير عطيني لاكارت غنشوف خليتها في البيت علاش واش بغيتي تكتب لي الدار سميتي لا غنكتب لك سميتك في الدار لا غير كارير المهم سيدي ما علينا هاد الروينه كامله اللي نورت في الباص ياك ومع الدرايفر ومع كل شيء عرفتي والله الا انا اللي طلعت خايبه كاع ومسكين ما غير يفهمني بغى يهضر مع هذيك خيتي باش يقول لها راه هاد السيده هي ما كتقص هاد الدرايفر صافي ومن بعد والله هيوت ما مشيت حتى ديست في بلاصتي وخليتها تما كتقصي ديك الحظ من السماء تخيل انا ساليس دابا في راس جمعت يعني كنت نشوف فيه وانا كنهضر وانت ما كتسمعليش ديت انت انت باش راسك دابا ديال الطلاق نهار غادي كتزوجي كتسني غير على الورقه اما نهار غادي تطلقي هطلع لهنايا جيب هاد الورقه اصلا على المقاطعه كيمرضك وفي الاخر غير باش يعكزوك باش ما تطلقش شوينا مازال ما وصلتك حتى ديال ايوا شوفك على الراجل انا بالعسل في مو هو بالعود العيني اش من العسل وكان لقيت العسل في الزواج كاع ما نطلق انت كتقد عليه ياك ما حسبتش كان ندير معاك داك الطلاق والله الا كنتي حاكم ياك ما حسبتش كان ندير الطلاق يحبي واش انا حبيتك في الزواج باش نحبك فين ماشي دابا فين غادي نمشي نعس باش غدا نمشي نريد الوراق دابا انت اللي خاصك تخرج وحوايجي حل 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 معاك داك الماريو دوك جوج شرويطات اللي عندك ها هما تقدر تصاير هزهم وتكركب الخربه ديال داركم وجام علي الحوايج هنايا يا شنو حسبت لك الطلاق ساهل يلاه يلاه تكركب وليل رصاكو في كتافو باغي يعرف حق رجالك ما تعطليش راسك هذا ديال الطلاق قولي انا طلقي فوق انا طلقني لا حبيبتي حاجه مازال ما كنتش ادرسي شوفك على الراجل انا انا بالعسل فمو هو بالعود عيد انا بالعود فمو كبر اقوم عاد اقني